السلام عليكم ورحمة الله اخواني واخواتي اللي بتابعوني في سلسلة فيديو معلومة الخاصة بنباتات الزينة الخارجية والداخلية. ان شاء الله في هذا الفيديو هنتكلم على احد النباتات التي تستخدم في تخطيط التربة او ما يسمى يعني بالجراوند كوفر، نبات الاستاسيا. نبات الاستاسيا من النباتات الجميلة والرقيقة ذات الازهار الفراشية البوقية، كما نرى ازهار غزير، اوراق مبركشة جميلة رقيقة، لها شكل جذاب يعني بعد النمو وبعد الإزهار. طبعا قلنا ان هي غزيرة التزيير، يعني كل ما النبات بيدي نمو خضري كل ما بيزيد معاه الأزهار. الاستاسيا بتستخدم في تحديد الأحواض، وتستخدم في تخطيط التربة وفي تحت الأشجار والشجيرات التي يراد تخطيط الأجزاء الغير منزرعة بها. الاستاسيا تتكاثر بالعقل، كل العقل يعني العقل الطرفية والعقل الوسطية إلى آخره. نبات جميل جدا، ينمو ويزهر ويتحمل درجات الحرارة. لا يحتاج رعاية، تسميد فقط مرة واحدة تكفي شهريا. القص طبعا كل ما بنقصقص يعني النبات وبنحدده حوالين الأشجار، يعني هو هنا زي ما حضراتكم شايفين منزرع حول شجيرة ياسمين هند صغيرة، فالداير يعني بتاع الشجيرة يعني منزرع بالاستاسيا. الاستاسيا تعامل يعني زي معاملة الألانتيرا والأرسين، لكن مع الفارق بينهما في التزهير، يعني هي نبات عشبي معمر مورق ومزهر مبرقش. الأوراق جميلة جدا وناعمة، الأزهار غزيرة وجميلة، أزهار بوقية صغيرة سريعة جدا في التكاثر بالعقل، يسطح كنبات أسس أيضا، يعني اللي عايز يربيه في الأسس في البلكونات وأحواض الزهور كنبات مهدل، يعني بيكون أيضا جميل جدا في النمو الخضري والنمو الزهري. الاستاسيا محبة للمية، يعني هنا كده عشان حضراتكم شايفين الداير ده اللي بنقول عليه داير، يعني داير يعني حوالين دي شجرة مانجو، داير يعني ما يدور حول النبات، يعني الدايرة اللي حوالين النبات بيتم تحديدها وتخطيطها بأي من النباتات يستخدم في التحديد أو تحديد الأحواض أو يكون جراوند كفر يعني مغطيات تربة. فبنستخدم النباتات اللي بتستخدم في التحديد زي الألانتيرا زي الأرسين زي الشيح زي الاستاسيا اللي بنتكلم عنها. كده إن شاء الله نكون صورنا لحضراتكم نبات الاستاسيا، هو نبات جميل جدا ومرغوب وبيتحمل درجات الحرارة العالية ومعمر ومستديم، يعني صيف شتاء بنلاقيه ما شاء الله يعني شغال بجودة عالية. هنا برضو حوالين شجيرة الكاسيا جلوكا شايفين تحت الداير أو الجورة يعني متحددة حول إطار ساق الشجرة بنبات الاستاسيا. كده ان شاء الله نكون اتكلمنا بايجاز على نبات الاستاسيا، واي نبات يقابلنا ان شاء الله نصوره لحضراتكم ايضا. السلام عليكم ورحمة الله.